السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الحضور، يسعدنا أن نرحب بكم جميعاً معنا في الجلسة الافتراضية السابعة من سلسلة توطين توك المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي يتم من خلالها استضافة أحد المواطنين الرواد أصحاب قصص النجاح. ورشتنا اليوم تتعلق بالقطاع العقاري في الدولة، ونحن نوجه لكم الشكر على تعاونكم الدائم معنا. وضيفنا المميز في لقاء اليوم هو سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري بإمارة دبي. حديثنا إن شاء الله ونقاشنا اليوم سيكون حول المسار المهني للشباب في القطاع العقاري، ومن خلاله سنتعرف معا على المسارات المهنية والفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقار للشباب المواطنين في الدولة. الجلسة ستكون مدتها ساعة بإذن الله، وفي أول ربع ساعة سيقوم ضيفنا بالحديث حول موضوع الجلسة، ومن ثم سيتم إعطاء الفرصة للنقاش والحوار والأسئلة من الحضور الكرام لمدة 45 دقيقة. وبإمكانكم البدء في كتابة الأسئلة وتدوينها من الآن، والتي ترغبون في توجيهها لسعادته. مرة أخرى أرحب بسعادة المهندس مروان على تلبيته الدعوة والمشاركة في هذه الجلسة، وننقل له الميكروفون للبدء. تفضل سعادتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر وزارة الموارد البشرية والتوطين على هذه المبادرة القيمة التي ستساهم إن شاء الله في إثراء سوق العمل ونقل بعض التجارب للأخوة الباحثين عيالنا عن فرص عمل في هذا القطاع الحيوي. الكل يعرف حجم قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتطور اللي وصل له من تطور الدولة في جميع المجالات. اللهم لك الحمد والشكر، حظينا بقيادة بتوجيهاته. اليوم القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، وحاز على ثقة كثير من المستثمرين المحليين والعالميين. الإجراءات والأنظمة اليوم المعمولة في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة كلها ساهمت في إثراء هذه التجربة وخلق قطاع حيوي يساهم في التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. في البداية أبغى يعني أعطي بعض الأرقام لتبين حجم القطاع العقاري عندنا في إمارة دبي. القطاع العقاري يساهم بنسبة ما حوالي تقريباً 7% من الناتج المحلي لإمارة دبي، فيه تقريباً أزيد عن 10,300 مستثمر فقط في 2020 جدد أضيفوا إلى القطاع العقاري. نتكلم عن حجم تداولات فقط في سنة 2020 النصف الأول من السنة أزيد عن 50 مليار درهم من تداولات لحجم هذا السوق. عندنا أكثر من 3500 وسيط عقاري يشتغلون في السوق بتعاملات أو عمولات إجمالية حجمها 7 مليون درهم من المعاملات اللي جالسة تستوي في السوق العقاري. إحنا سوقنا العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة سوق بدأ من القدم. فقط عندنا في إمارة دبي التسجيل العقاري بدأ من 1960، فلنا نتخيل الإرث الكبير اللي موجود في هذا القطاع والتطورات والتحولات اللي حصلت فيه. الشاهد اليوم أن القطاع العقاري محرك لكثير من القطاعات الأخرى اللي فيها فرص استثمارية كبيرة للمستثمر وفرص عمل للباحثين عن العمل، وهذا اللي أبغى أركز عليه اليوم أنا في تجربتي للقطاع العقاري.
وهو الفرص اللي يفتحها والأبواب اللي يفتحها القطاع العقاري لأبنائنا المواطنين لطلاب الجامعات وكذلك لجميع الباحثين عن العمل. مثل ما قلت المشاهد للقطاع العقاري اليوم عندنا 27 نشاط ممكن لأي فرد من أفراد المجتمع أن يأخذ هذه الفرص ويبحث فيها عن عمل. طبعاً القطاع العقاري عرف قديماً وما زال عند شوابنا الله يحفظهم والفاهمين في العقار دائماً يقولون العقار هو الابن البار اللي يخدم متملكه ويعطيه عوائد مالية مجزية يعتمد عليها في عملياته الاقتصادية، وما زال إلى اليوم أن العقار هو الابن البار اللي يعطي كثير من العوائد المالية ويساهم في إثراء الشخص وتوفير احتياجاته. ولكن في الآونة الأخيرة تم التطوير على هذا العقار، تم التطوير على صناعة العقار نفسه بحيث أن ما أصبح العقار فقط مبنى يباع ويشترى أو يرهن وبس، أصبح العقار اليوم منتج يتداول في أكثر عن مكان وأكثر عن كيفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما أصبح فقط بيت أو بناية من أربع أركان تباع وتشترى، لا، أصبح تعاملات عقارية، أصبح معاملات بنكية، أصبح تجزئة عقارية، أصبح ملكية مشتركة، أصبح إيجار مفروش، أصبح شقق فندقية، أصبح جزر، أصبح مزارع. فتنوع العقار باحتياجات المجتمع وبتطور الاقتصاد ليلبي الاحتياجات. هذا التطور كله يقودنا إلى تطور ثاني اللي هو يفتح فرص ومجالات للمواطنين للخوض في هذا المجال. إذا بننظر للسابق دائما يقول لك أنا مالك عقار أو أنا وسيط عقاري، ما عندك خيارات أخرى في السابق. لكن اليوم ترى أن المجال العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة دخل وظائف جديدة إلى القطاع. لو بنتحدث فقط على إدارة العقارات، إدارة العقارات اليوم ميدان خصب للمواطنين أنهم يتمكنون منه وأنهم يبدون في العمل. وإدارة العقارات فيها أكثر من شريحة يقدر المواطن أن يقدم فيها ويشتغل فيها. إذا أبسط الأمثلة اللي موجودة اليوم بإدارة العقارات عشان أوضح الصورة، أن شخص أبوه ولا حد من هله من عائلته عنده عقارات ويبغى حد يساعده في إدارة هذا العقار. سابقاً كانت كثير من الشركات الأجنبية وإلى اليوم تقوم بالتأجير وإدارة هذه العقارات. عندنا في مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك الشباب أضافوا نشاط اسم الإشراف الإداري. الإشراف الإداري وين يقدر المواطن وأي شخص يتعاقد مع أصحاب العقارات وينظم لهم عملية الإيجارات، عملية التعاقدات في الصيانة، وهذا كله مقابل مبلغ مادي. يعني نقول اليوم لو شخص باحث عن العمل عند مجال كبير يبدأ في موضوع عملية الإشراف الإداري، والإشراف الإداري بيحتاج على اللي نشوفه اليوم في السوق لابتوب، برنامج تصمم فيه تحط فيه العقارات اللي جالس تشرف عليها، وتدخل على الأنظمة اللي تمكنك من تسجيل عقود الإيجار وتوقيع العقود من المالك. أنت فقط عليك تنظيم العملية، ما عليك ريسك مالي لأن جميع المعاملات المالية تتم للمالك. فالجهة الثانية كذلك عندك مفهوم التطوير العقاري. مفهوم التطوير العقاري دخل علينا في دولة الإمارات العربية المتحدة وغير كثير من المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة. فشفنا ناطحات سحاب، شفنا جزر، شفنا كوميونيتيز، مجمعات جديدة دخلت للسوق، مباني ما كانت موجودة قبل الطفرة العقارية. هذا ترتب عليها أن خلق فرص جديدة للمواطنين للعمل فيها. اليوم كمطور عقاري يحتاج مسوقين عقاريين، يحتاج مصممين ديكور، يحتاج شركات تشجير، يحتاج شركات صيانة، يحتاج شركات نقل. فمثل ما قلت أن القطاع العقاري جالس يفتح أكثر عن 15 قطاع معه يقدر يستفيد المواطن منها أن يحصل إلى فرص عمل.
واحدة من الأشياء الضرورية اللي شفناها في السوق العقاري اليوم أن المطورين العقاريين يحتاجون ناس يسوقون لهم. اليوم بفضل الله عقارات دولة الإمارات العربية المتحدة مشهورة داخليا وخارجيا، يشترونها مواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك يجون مستثمرين من برا. لو فقط خدت مثال وركزت أنا كمواطن على شريحة المواطنين اللي يبغون يشترون في مناطق التملك الحر، الكوميونيكيشن والاتصال اللي بيني وبين المواطنين هذا طبعا بيكون أفضل من أن أجنبي يبايعهم هذا العقار. فهي فرصة كبيرة للمواطنين أنهم يبرزون فيها، والمواطن دائما يكون له أريحية أن يتعامل مع المواطن، لكن العملية مش سهلة للقيام بها، العملية تحتاج تأهيل، تحتاج تدريب، تحتاج كفاءات ومهارات أنك تقدر تقنع فيها المستثمر أن يستثمر العقار الجيد بالنسبة له. وفيها محصلة عندك أنت كمستشار أو وسيط عقاري، يكون عندك إرث من المعلومات اللي تختم فيه مستثمرك، لأن في النهاية بمجرد انتهاء الصفقة هذا الوسيط المالك المفروض يكون على اتصال معك، تزيد النتورك فيها ماله وياه. أذكر حديثي مع أحد الأخوة المواطنين اللي بدأ في العقارات، كان موظف حكومي ويقول مروان يتني لحظة، كان أقول خلاص أنا العمل الحكومي كطموح وقف عندي لأن تخطيطي أبغي أسير مكان أكبر. فيقول لي بديت في موضوع العقارات، بديت كوسيط عقاري، فأول صفقة عملتها لواحد من الأهل وكان مبلغها مجزي. فقلت مدام هذه الشغلة تحتاج لي أن أنا أتواصل وتليفون وأعرض البضاعة على فلان والمستثمر الثاني بمعلومات، فقال خدت القرار أني خلاص أبدأ باحترافية، دربت نفسي. طبعا الوقت هذاك في تدريب بسيط على الماركتينج والتسويق، ومنها انطلقت. فكانت الديل الثاني اللي سويته اللي هو شدني أكثر يقول كانت عمولته 1,000,000 درهم، فالمليون درهم هاي يقول فتحت لي أبواب كبيرة. اليوم هذا الشخص يملك أحد الشركات إدارة العقارات المشتركة، قيمة شركته مو أقل عن 10 مليون. كمواطن نفتخر به دائما أنه خذ هذا المجال، ويته الشجاعة أنه يقول خلاص الراتب الحكومي ترى وصلت في مرحلة ما بيقدر يغطي لي طموحي اللي أباه وأني أكون عندي بصمة في المجتمع. كذلك أحد الأخوة أذكره بدأ كوسيط عقاري وكان يشتغل في دارة حكومية وطلع أهل نفسه، وظف خبراته اللي تعلمها من المكان السابق اللي كان يشتغل فيه، واليوم ما شاء الله عليه خبير عقاري كثير من المؤسسات سواء الحكومية والقطاع الخاص، يجلس يستشير برايه في القطاع العقاري. اليوم القطاع خصب، التحول الإلكتروني اللي جالس يستوي في دولتنا في ظل توجيهات الحكومة الله يحفظهم ويبارك فيهم، يعطي كثير من الفرص للمواطنين أنهم يقدرون يبادرون في هذا القطاع ويحصلون لهم فرص كبيرة. في تقرير العام اطلعت عليه من الدائرة الاقتصادية تقريبا كان يتكلم عن 2.8 أو 3% من القوة العاملة اللي تعمل في دبي تعمل في القطاع العقاري. القطاع العقاري مثل ما قلت فرصها كبيرة. اليوم شركات إدارة العقارات، شركات الصيانة العامة، شركات التأمين العقاري، شركات الرهن العقاري، 27 نشاط ممكن للمواطن أن ينخرط فيه وأن يحصل الفرص أن ينمو في هذا القطاع ويكون عنصر فعال يشهد على الثورة العقارية اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم الحمد لله فضل الله بتوجيه القيادة، وجود وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود الدوائر الحكومية الداعمة، وجود سياسات التعهيد اللي جالسة تستوي في الحكومة، المستشرف للمستقبل يقول أن هذا القطاع قطاع خدمي يحتاج إلى كثير من الخدمات اللي تخدم كقطاع، محتاج إلى تطوير تقني مثل ما يقولون green field، أقدر أسير وأقدم خدمات تخدم هذا القطاع العقاري وأستفيد منها أنا كمواطن. التجارب كثيرة اليوم في القطاع العقاري على الشباب اللي انخرطوا في هذا المجال وحصلوا عوائد وفوائد مش فقط مادية وكذلك مهنية، اليوم طوروا من قدراتهم وأصبحوا
يمكن من وسيط عادي أو مدير عقارات عادي إلى مالك للعقار. أكثر، والكل يدري وأكيد أنتم مطلعين، أكثر اليوم التجار أو اللي نسميهم المليارديرية أو المليارديرية، قصصهم بدأت بالعقار وثروتهم بدأت بالعقار، انطلقوا دائما من أساس قوي اللي هو العقار. اليوم احنا فرصتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، عندنا حكومة داعمة للتطوير للتخطيط الحضري لجلب ما هو جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، فعندنا منطلق ان نقدر نستثمر في هذه القدرات ونبني فيها. كذلك اليوم المنتجات العقارية اختلفت، مش المنتجات القديمة اللي يالسة التقليدية. اليوم قد يكون انا عندي 10,000 درهم وأقدر أشتري عقار في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق المنتجات المنظمة والمرخصة من قبل الجهات. اليوم التمويل الجماعي يقدر يخلي الشخص أنه يكون مالك لعشر عقارات وهو ما عنده غير 100,000 أو 20 عقار وهو عنده مليون، ويختار من العقارات اللي يباها عشان يكون مستثمر فيها. اليوم قد أشارك 2-3 وأشتري عقار. اليوم قد أشتري عقار بدون حتى دفع من البنك، أكون موفر لي مبلغ معين وأبدأ فيه بدفعات مريحة من قبل المطورين. لكن هذا كله يعتمد على قرار استثماري يجب أن أنا أدرسه من جميع النواحي، مش فقط أقول والله أنا عندي بيزات وأسير أشتري. اليوم في قرارات كثيرة سريعة، لكن بالمقارنة اللي موجودة اليوم أنا أشوف المواطنين عادي عنده يصير يشتري سيارة فاخرة ويدفع 5,000 أو 6,000 للبنك كأقساط، لكن السيارة ثلاث أربع سنوات وانتهت ماركتها واستهلكت. لكن العقار إذا أنا أدفع 3,000 أو 4,000 أو 5,000 للعقار، ترى في النهاية أنا بضمن عائد يالس يرجع لي فوائد مالية أو يكون عندي أصل من الأصول اللي أقدر أنطلق منه. في مؤسسة التنظيم العقاري القيادة في دائرة الأراضي والأملاك دائماً تحرص وتوجهنا على دعم المواطنين في القطاع العقاري وجعلهم عنصر فاعل ومميز. فإن شاء الله في 2021 عندنا مبادرة مع الوزارة أن نطلقها، نستقطب عدد من المواطنين، ندربهم، نأهلهم، نخليهم قادرين على الدخول في سوق العمل، وخلال فترة تدريبهم المجاني طبعاً على الدائرة خلال هذا البرنامج، عندنا معهد دبي العقاري يدرب المواطنين في المجال العقاري. بندرب المواطن، بنأهله، بنخليه في تريننج ميداني مع شركة من الشركات في القطاعات اللي موجودة كلمتكم عنها كبيرة. عقب 6 شهور بيكون عندنا مواطنين قادرين على الاستقطاب، ان اي حد يستقطبهم من سوق العمل سواء الشركة اللي تدربوا فيها او شركات ثانية، بتكون عندهم المعرفة العقارية والسكيلز اللي محتاجينها أن يصير في القطاع ويشتغل بنفسه، وكذلك بتكون له خيار ثاني أنه يقدر يبدأ البزنس الخاص فيه. عندنا في دبي وكثير من إمارات الدولة رخص خاصة بالمواطنين اسمها انطلاق. هذه الرخصة عندنا في دبي تكلف فقط 2000 درهم إذا بتأخذها للنشاط. هذه في برنامجنا التدريبي إحنا بعد بنتحملها عن المواطن في أول سنة، بنخليه يدخل السوق العمل متسلح بالعلم بالمعرفة بالقدرة، يبقى عليه هو بنفسه يكون عند الدافعية أنه يستثمر قدراته اللي تعلمها وينطلق في سوق العمل. الجوانب كلها اليوم أخواني محسوبة. إحنا مثل ما قلت لكم الله أنعم علينا بهاي البلاد، بهاي القيادة اللي تدعم المواطن في كل مراحل التمكين. مكنتنا بالتعليم الحمد لله، مكنتنا بالممكنات وبالتأهيل وبالتدريب وبالسياسات والنظم اللي تخلي المواطن يقدر يساهم في أي مشروع أو أي مجال يبقي يدرسه ويتوكل على الله والتوفيق من رب العالمين. لكن يجب أن يكون في النهاية أني أنا عندي القناعة وعندي الإصرار وعندي الممكنات والجهد اللي يخليني أسير واشتغل هذه الشغلة. اليوم الكل يعرف حجم الوظائف اللي يوفرها القطاع الخاص محدود، حجم الخريجين عندنا ما شاء الله عليهم الله يحفظهم ويبارك فيهم يالس يزيد، فإحنا لازم نخترق إلى نفسنا فرص عمل في القطاع الخاص اللي هو موجود وتدعمه الحكومة دائما. لكن لازم أفرض نفسي بمؤهلاتي وممكناتي وخبرتي اللي موجودة.
اليوم ما حد بيجي موجود خبير في القطاع العقاري. أنا يمكن أختم بالموضوع هذا بموضوع بسيط عن مؤسسة التنظيم العقاري. لما ارتأت القيادة أنها تنشئ مؤسسة التنظيم العقاري كانت يعني مشروع يونيك، ما في شراكة في المنطقة أو في العالم نصير ندور لنا بنش مارك مقارنات معيارية ونقول إحنا بننقل هذه التجربة هذه. لا، عملناها كلها من الصفر، ورقة بيضاء. الشباب ما قصروا، الفرق ما قصرت، وبدينا المؤسسة من الزيرو. لكن ما كانوا عندنا شباب متسلحين ما شاء الله عليهم بالعلم والمعرفة والشغف انهم تكون لهم بصمة في القطاع العقاري في دبي. هذا اللي ساعدنا انه ما نستعين حتى بخبرات اجنبية كثيرة. الشركة الاستشارية الوحيدة اللي يد كفاسيليتيتر، يعني ناس يساعدوننا في التنظيم. اما الشباب بروحهم اجتهدوا، تعلموا، تدربوا، ثقفوا، اليوم فخورين بهم حتى موجودين في اماكن غير من المؤسسة طلعوا عنها، صاروا قدموا خدماتهم. اليوم عندنا في المؤسسة خبرات ما كانت موجودة في السوق، أن يكون عندك خبير تقييم عقاري، عندك أشخاص مسؤولين عن إدارة وتنظيم جمعيات الملاك، كلها مصطلحات جديدة دشت على السوق. عندنا خبير مالي خاص بحساب الضمان يتفاهم مع البنوك في المعاملات البنكية الخاصة بالبيع على الخارطة. عندنا شباب مهندسين يشتغلون في المسح وفي إعداد الخواط الخاصة بالقطاع العقاري. هاي الخدمات اللي أخبركم عنها كلها ترى اليوم متوفرة للقطاع الخاص، القطاع الخاص يشتغل فيها، المواطنين عندهم فرصة كبيرة أن يصيرون ويحطون بصمتهم فيها. ومثل ما العمار هو موجود على أرض هذه الدولة ما بيتحرك، المواطنين موجودين يساهمون في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة ويساعدون بعضهم البعض في استدامة النشاط الاقتصادي. مثل ما قلت في الختام، قطاع خصب فيه الكثير من الفرص، فيه الكثير من الإمكانيات. فخورين بالكوادر اللي موجودة عندنا اليوم في القطاع، وإن شاء الله نتأمل أن هاي الخبرات ترحل للأجيال الموجودين والأجيال القادمين لتكملة العمار في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل هذه القيادة الرشيدة. الله يحفظهم ويبارك فيهم. شكرا جزيلا سعادتك على هاي المعلومات الثرية صراحة اللي اقتحمت فيها المجال العقاري أو القطاع العقاري، ويانا فعلا معلومات يمكن الكل ما كان يعرف عنها. القطاع العقاري منذ الأزل ومنذ القدم، يعني احنا كنا نعرف ان أبائنا وأجدادنا اشتغلوا في وظيفة الدلالة أو البيع والشراء في العقارات، وكانوا فاتحين بيوت يعني بيوت كبيرة وكان لها مردود مادي كبير عليهم. فاليوم شبابنا مع الإمكانيات المتاحة، مع العلم، مع الدراسة، مع الدعم الحكومي، مع التطور التكنولوجي، في رأيك سعادتك شو المعوقات اللي واقفة أمام عيالنا اليوم في أنهم يبدؤون في القطاع العقاري من وجهة نظرك؟ شو اللي يمنع؟ يعني هل في تحديات؟ ولو كان في تحديات كيف يقدرون يتجاوزون هذه التحديات؟ اختي وداد، انا من المؤمنين بمقوله ان اكبر معيق للشخص هو نفسه. نعم. انه يجلس يحط عراقيل بنفسه ويتوهم انه موجود. انا اقول اليوم احنا وصلنا رواد فضاء. دوله الامارات العربيه المتحده الحمد لله فينا من الكفاءات اللي وصلنا للعالمية، واليوم نساهم في نهضة الدول بالخبرات اللي موجودة في شتى المجالات. اليوم إذا الإنسان عنده طموح داخلي وعنده قناعة في نفسه إنه اشتغل على نفسه بالتطوير الذاتي اللي هو الـ Personal Development Plan، التطوير الشخصي، ترى ما في شيء بيوقف ضده. احنا عملنا دراسة بسيطة من فترة مع القطاع العقاري في دبي عشان نشوف المعوقات اللي ترمسين فيها عشان ناخذها. كانت الأسئلة انه والله احنا الكفاءات او السكيلز، المهارات اللي مطلوبة في المواطن للقطاع العقاري مو موجودة. احنا سوينا الاستبيان عشان يفيدنا في المشروع اللي خبرتكم عنه، فقلنا تمام،
ما دام في كفاءات معينه والقطاع العقاري له كفاءات، خلاص بندرب مواطنينا على هذه الكفاءات، بحيث انه يومي تي الشركه العقاريه تقول ابا مواطن يسوون له تقييم، يشوفون ان هاي الكفاءه موجوده فيه. شغله ثانيه كانت هم يقولون من وجهه نظرهم المعوقات ان المواطنين ساعات العمل دائما يقارنون عمرهم بالقطاع العام، فدائما يقول لك اخوي خلص الساعه 2، انا ايش معنى اخلص الساعه 4؟ يقولون هاي المقارنات هي المعيقه لنا احنا من استقطاب مواطنين. وانا اقول هاي اليوم اخواني تراه كلها تغيرت، حتى احنا في القطاع الحكومي وظني انت منه ودار ما تطلعين قبل الساعه 3 4، اليوم اصبح القطاع الحكومي والقطاع الخاص ترى في العمل نفس الشيء، ما تطلع من مكتبك لين ما تخلص ويكون العميل راضي. فمعوقات انا ما اشوف ان في معوقات غير ان الاشخاص لازم يؤمنون بقدراتهم ويبدون. انت اذا امنت بقدراتك بكل المجالات المتاحه اليوم بجدم على الموضوع وان شاء الله بتوفق. انت تكلمت عن شغله، اباءاتنا الاوليين اشتغلوا في الدلاله وايدين ما شاء الله عليهم، سووا الخير وعلموا عيالهم وزادوا ثرواتهم فقط من الوساطه الدلاله. اليوم كثير من الاجانب يشتغل في الوساطه، وهي معلومه المفروض الكل يعرفها، الاوليين كانوا ياخذون 1%. العرف عندنا في دبي مثلا واعتقد في الامارات الثانيه انك تاخذ 1% من الصفقه. اليوم وصل السوق انه يعطيك 10% من الصفقه، 5% من الصفقه. يعني انا تكلمت عن 706 مليون درهم فقط عوائد الدلاله في سنه واحده. تخيلي يعني لو انا اليوم مروان اي واقول انا شخص باحث عن العمل واقول انا من الرقم اللي طرى بنغريطه هذا ابى بس 0.2% او 2% منه، يعني انا دخلي سنوي بيكون مليون وشيء بس من الدلاله اللي اتاحت لي اليوم التطبيقات. بعد ما يصير عند فلان افتح تطبيق سناب شات اللي يستخدمونه الشباب ما شاء الله عليهم الحين، انستغرام، اخذ الرخصه وابدا اسوق على البلاتفورم كتسويق عقاري. فانا من وجهه نظري اختي وداد ما في معوقات الا احنا نحطها. بقول لك ليش؟ لان اليوم الحكومه، انتم ما شاء الله عليكم في وزاره الموارد البشريه والتوطين، كل دائره في دوائرها لو يجيها مواطن ويقولها انا عندي معيق لفلاني ابى اتعداه، انا متاكد الكل بيساعده وبيزيد له اذا في اي من العراقيل اللي موجوده في طريقه. لكن ما بنقدر ناخذ بيديه ونيره غصب ونقول له تعال اشتغل هاي الشغله، هاي الشغله ما حد يوم يسويها لك. طبعا معناته انه لازم يوجد القناعه والشغف اللي موجود الداخلي عند الشاب في انه او الشاب في انهم يبدؤون في هذا القطاع. واحد من الاسئله اللي وصلت لي طبعا من المشاركين اللي هي انه شو الخطوه الاولى تعتقد أن كيف يبدأ؟ شو الخطوة الأولى اللي ممكن أنه يبدأ فيها؟ القطاع العقاري مثل ما قلت في مجالات وايد، لكني بذكر لكم تجربة واحد من ربع سمسري. طلع من شغلة كان يشتغل في مكان من الدوائر الحكومية وخذ نهاية الخدمة ماله، أختي وداد خذ نهاية الخدمة ماله وسار البنك قال لهم بشتري عقار، كم تبون دفع أولى؟ قالوا له هالكثر. قال عيب بالمبلغ اللي عندي أقدر أشتري 3. واستفاد من الأزمة لما كان العقار نازل. بنهاية الخدمة ماله اشترى 3 عقارات درسهم طبعا، وأنا دائما أرد وأكرر أقول كل شيء استثمار لازم تدرسه. درس 3 عقارات، عطى البنك دفع أولى دفع أولى دفع أولى، خلال 6 شهور تعدل السوق، باع عقار واحد وسدد المبالغ اللي مطلوبة من البنك، فاستوى عنده عقارين يملكهن من مبلغ نهاية الخدمة ماله. أنا دائما أقول قبل لا تبدأ شوف الخيارات المتاحة. اليوم خيارات متاحة كبيرة. إذا بنقول واحد بيبدأ كوسيط عقاري، اليوم رخصة انطلاق اليوم تكلف 1000 درهم، يأخذها 1000 درهم من الدائرة الاقتصادية و1000 درهم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، 2000. الدورات التدريبية مجانية من عندنا ويبدأ. احنا نقدر نعرفه على المطورين، على المشاريع اللي موجوده، وعندنا في قطاع تشجيع الاستثمار وقطاع التسجيل شراكات في دائره الاراضي والاملاك مع المطورين. المطورين يقولون احنا نبغى سيلز، يركز على شريحه معينه من المواطنين، موجودين مواطنين ويبون.
اليوم الحمد لله مشاريعنا في دولة الإمارات العربية تخلينا نتنقل بين الإمارات أختي وداد. يعني اليوم يعني في دبي ترى يبغى يشتري في رأس الخيمة، يبغى يشتري في الشارجة، يبغى يشتري في الفجيرة، في عمان، في أبو ظبي، لأن عندنا اليوم مشاريع نوعية تقدر تستفيد منها داخليا. حتى قبل الناس كانت بس تفكر تشتري خارجية، اليوم في عندك صناعة عقار داخلية يستفيد منها الكل. فأنا أقول أول قرار أني أحط ورقة وقلم وأقول أنا في أي مجال من 27 أو 28 أبغي أبدأ. ونصيحتي لهم دائما ابدأوا بالمجالات اللي ما فيها دفع، فيها استثمار في قدراتك، استثمار في وقتك، استثمار في معلوماتك. أبدأ بهذه أول شيء وأبدأ خطوة خطوة. أوكي. مثل ما تفضلت الاستثمار في القدرات، فهاي بتاخذني إلى سؤال آخر أيضا وردلنا، اللي هي من وجهة نظرك أبو محمد، شو القدرات أو الصفات اللي مفروض تكون موجودة للشخص اللي بيشتغل في القطاع العقاري؟ خل ناخذ أبسط أو المهنة اللي هي ما تحتاج استثمار مادي، لنفرض أنه مواطن شاب بعد باحث عن عمل، ما بدأ حياته المهنية، ما عنده رأس مال ولا عنده نهاية خدمة، فيبغي يبدأ كوسيط عقاري. الوسيط العقاري مع وجود التكنولوجيا الحديثة حاليا، ما تبغى من الشاب بأن يركض منه ومنه أو يراوي الناس، لا، كله عن طريق التكنولوجيا الحديثة والوسائل التواصل يقدر أنه يبدأ. فشو الصفات أو القدرات اللي من وجهة نظرك اللي مفروض تكون في الشاب عشان نشجعه بأنه يبدأ مثلاً كوسيط عقار؟ شوفي، كل العقارات أول شيء وأهم شيء فيها من خبرتي أنك تكون مطلع. كل ما كنت مطلع كل ما زادت عندك المعلومات، كل ما كنت مطلع على أكثر عن برنامج وأكثر عن قاعدة بيانات وأكثر عن مؤشر. انت لما تكلم اي شخص يكون عندك معلومات ثريه عن السلعه هاي اللي تبغى تقدمها، هذا اول شيء. ثاني شيء، لازم الانسان يكون صادق مع نفسه. اذا الصدق عندي انا اهم شيء لكسب زبائني، لان المستثمر العقاري اذا وثق فيك بالثقه اللي انتم تشوفونها في دوله الامارات العربيه المتحده، ان استقطبت كل هاي الجنسيات ويتنا دوله الامارات على ثقه، على رؤيه للقياده. فلازم تكون صادق في اللي تشتغل معاهم، بحيث انه بيرجعون لك وبيوصون ناس ثانيين يجون يشتغلون عندك. الشغله الثالثه الكوميونيكيشن سكيلز، المخاطبه، العرض، التحليل، هذه شغله مهمه الواحد ياخذها. ترى هو سهل اني اشيل التليفون واقول لك اختي وداد ترى عندي شقه او ارض في المكان الفلاني اذا تبينها. زين، انت بتساليني مروان كم المساحه؟ شو رايك في السعر؟ هاي المنطقة نفسها هاي اللي انت تعرضها لي تغير السعر فيها ولا ما تغير؟ اذا انا ما عندي كل هالمعلومات ما بقنعك، لكن اذا عندي هاي المعلومات بقنعك. اتذكر واحد من الشباب كان اسمه مبارك يشتغل في بيتر هومز، لين اليوم اتذكره. اول ما بديت كان يشتغل مع بيتر هومز، وبيتر هومز شركة اجنبية بس انشئت في الامارة ومعروف الاسم، فكان يشتغل ياهم كوسيط. قال لي مروان، لدرجة ان انا يوم اخذ اسرة مواطنة تصير تطالع شقة بتأجرها ولا بتشتريها، أطلب من الريال أن يجيب حرمته وياه، لأن أقول له ترى حرمتك اللي بتسكن في البيت. يعني شوفي من التقنيات اللي هذا الولد وين وصل. لما يجيب حرمته يقول أول مكان أدخل الحرمة المطبخ، إذا عيبه المطبخ ترى الأمور الباقية وايد سهلة. شوفي هذا الريال استغل على عمره، درس حتى سيكولوجية المشتري كيف. فالإنسان لازم مثل ما قلت لك يأهل عمره بالصدق، بالمعرفة، بأن يكون يستثمر الملكات ماله، أن يكون قادر على الإجابة. وترى ما حد أفهم عنك في شغلتك، إذا أنت استثمرت في نفسك وفي شغلتك ما في واحد قدامك يقدر يقول هو أحسن عنك، لأنك أنت فاهم الشغلة. لكن إذا جيت وعرضت عليك أختي وداد أرض وقلت لك ترى هاي الأرض في جميرة، ويوم وديتك طلعت الأرض في البدع ولا في الوصل، بتقولي لي أنت حتى المواقع ما تعرفه. فالتسلح بالمعرفة والنشرات والمعرفة هاي أهمها للشخص. والكوميونيكيشن سكيلز يكون على صادق وبانكتشوال. ترى الوقت اليوم الناس كلها تستثمر في الوقت، إذا عطيت وقت التزم به، إذا عطيت تقرير عطى تقرير مفصل، هذا أهم شيء اليوم للشخص العقاري. ممتاز. في سؤال وصلنا يعني إذا محلنا أن احنا نطرحه من الأخت مريم، فنرجع بك شوي للوراء إلى أروقة المجلس الوطني. تسأل الأخت مريم،
هل مرشحو المجلس الوطني لازم يكونون ملمين بالاقتصاد؟ والله يا اختي مريم رجعتينا شويه وايد، لكن اول بقول لك الحمد لله رب العالمين في دوله مؤسسات ونظام. ال40 عضو من المجلس الوطني كل واحد منهم تخصص ثاني وكل واحد يكمل بعض. لان انت ما تيجي فقط قوانين اقتصاديه او تشريعات اقتصاديه، تيجي تشريعات اجتماعيه، تشريعات بيئيه، تشريعات اعمال، تشريعات قوانين، فالكل يكمل بعض. الاقتصاد جزء، لكن انا كان لي الفخر والامتنان ان تعرفت وتخاويت مع اصحاب سعاده في المجلس الوطني ما كان لهم جانب اقتصادي، لكن استفدت منهم في الجانب التشريعي واستفدت منهم في الجوانب الاخرى. ان يكون عضو المجلس الوطني فقط اقتصادي، لا، انا ما اشوف، لان المجلس فيه اكثر عن لجنه. فالاهم ان كل شخص يوصل للمجلس الوطني يكون عارف انه بيكون مؤتمن من الشعب، انه ينقل طموحاتهم امالهم، وان يكون عضو فعال من ضمن فريق العمل يساهم في تنقيح القوانين والانظمه. تكلمنا ابو محمد عن الوسيط العقاري، اذا ممكن شويه نتشعب اكثر عن شو هي المهن اللي تشوفها من وجهه نظرك اللي ممكن يعني كان تناسب الشباب المواطنين في القطاع العقاري، يعني غير الوسيط العقاري، يعني مع التنوع الكبير اللي تفضلت فيه ساعاتك قبل شوية، بس لو شوية نركز على بعض المهن اللي ممكن أن يبدؤون فيها الشباب. أنا اليوم مثل ما قلت عندنا 27 تقريبا نشاط معتمد، الوساطة وحدة منهن اللي الشباب بدون يتكلمون عنها، لكن خلني أقول مثلا صيانة المباني، الفاسيليتي مانجمنت، ترى هذا جانب كبير من صناعة العقار اللي يرفد العقار، ومطلوب في كل بناية أن يكون فيها تكنيشن، أن يكون فيها واحد مال السكيورتي، واحد مال الحراسة. فهذا مجال خصب أن الواحد يصير يأسس فيه شركة لو صغيرة ويتخصص في عقارات أول شيء صغيرة بتيم صغير وعقب يكبر. اليوم معظم المناقصات الخاصة بالملكية المشتركة عندنا في دبي تراها تندر، فتقدر تشارك فيها حالك حال غيرك. معظم الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية تخصص عقود من الصيانة والفاسيليتي مانجمنت، إدارة المرافق، حق الشركات المواطنة، فهذا ترى خدمة للعقار ويفتح أبواب. كذلك خدمات إدارة العقارات اللي هو الإشراف الإداري، مثل ما قلت خدمات التأجير وإعادة التأجير هاي تحتاج ضمانات بنكية، لكن الإشراف الإداري يحتاج فقط تنظيم وترتيب للعقار نفسه. كذلك تسجيل عقود الإيجار، اليوم إذا أنا بفتح مكتب متخصص فقط أو بلاتفورم بتعاون فيه في تسجيل عقود الإيجار للمستثمرين أو المستأجرين، ترى مكان خصب وفي مجال. الإشراف الإداري على جمعيات الملاك، إذا شوية أنا بأكبر وعندي رأس مال واثنين ثلاثة أربعة نتشارك، نقدر نسوي شركة لإدارة جمعيات الملاك. أنا طموحي إن شاء الله وهدفي أن أشوف يوم من الأيام شركة إماراتية 100% تدير جمعيات الملاك. صح خدمة جديدة جاية على الدولة، لكن في عندنا شباب اثبتوا جدارتهم فيها، لكن مش 100% الشركه، لا، انا اقول الشركه هاي تكون 100% مواطنين يخدمون فيها اداره جمعيات الملاك. كذلك ممكن تكون من التثمين مقيم عقاري، التقييم العقاري اليوم مطلوب في كل مكان، ما في معامله بنكيه الا تستوي بتقييم عقاري، ما في معاملات تجاريه الا تستوي بتقييم عقاري. فالمواطن تخصص محاسبه، تخصص فاينانس، تخصص بانكينج، يقدر يأهل عمره أو مهندس أن يكون مقيم عقاري معتمد ويسجل عندنا في مؤسسة التنظيم العقاري، ويقدر يقيم حق الناس عقب ما يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية. فهاي كلها أمور ما تحتاج حتى رأس مال، تحتاج استثمار في الشخص نفسه، في السكيلز ماله، بيع وشراء العقارات. إذا أنا مثل ما قلت لكم عندي مبلغ بسيط أحطه مع اثنين ثلاثة أربعة، ندرس العقار، نستشير بالمستشارين العقاريين، وأقدر
أنمي هذه الاستثمارات فترة عن فترة. من فترة يعني مو بعيدة جانا شخص وقال أنا بشتغل على التمويل الجماعي. التمويل الجماعي كان لتمويل السلع، لكن دخوله في العقارات مبدأ جديد قبل تقريبا سنتين أو سنتين ونص دخل. اليوم مثل ما قلت لكم الكراود فاندنج اللي هو التمويل الجماعي يتيح للشخص اللي عنده 100,000 50,000 أن يشتري أكثر عن عقار ويكون شريك رسمي في هذه الشركة، شهادة ملكية تطلع له، العوائد يالسة تدخل على حسب سياسة الشركة، الشركات المسجلة في السوق المالي، فأكثر عن مجال نقدر. لكني اليوم أنا أبا الشباب يركزون على شغلة، إذا كانت إمكانياتك وسكيلز مالك قوية ترى كل مطور عقاري بيطلبك، لأن المطور العقاري محتاج مسوقين، محتاج وسطاء، شركات إدارة العقارات بتطلبك عشان تنظم الفايلينج وتنظم عقود الإيجار، الدفعات، الشيكات. إذا كنت مثل ما قلت مالي، شركات التقييم تباك وبتأهلك. الفرص وايد كبيرة. اليوم بزنس واحد ارتأت دائرة الأراضي والأملاك أنها تعهده وتطلع برا على الدائرة اللي هو أمين التسجيل. كل التصرفات العقارية في دبي يالسة تسجل عن طريق أمين التسجيل، مكاتب خارجية، شباب بدأوا البزنس ووظفوا عندهم مواطنين، وكان من اشتراط الدائرة أن توظفون مواطنين. مثل ما قلت لك الحمد لله الحكومة والدوائر يالسة تفتح أبواب لتوطين المواطنين، توظيف المواطنين في القطاع الخاص. إذا الواحد يؤهل نفسه هاي الشركات بتستقطبه. كذلك شركات البلاتفورم اللي هي المنصات الترويج العقاري، يقدر أي شخص يأخذ الترخيص ويسوي له منصة تخدم فكر جديد. أنا والله فخور بكثير من العقول. أمس كان عندي واحد وطرح علي فكرة جديدة تخدم القطاع العقاري، محول علي من جهة وتناقشت وياه وكنت أشوف هالمدى هل هو شغوف، وحطيت له وداد عراقيل أبغى أشوفه هو مؤمن بفكرته ولا لا، اللي يبغى يطبقها ويبغى مساعدتنا. والحمد لله رب العالمين شبابنا اليوم عندهم قدرة يناقشك في فكرته، وهذا اللي نبغاه. عندنا فكرة بس الحين خلال إكسبو إن شاء الله إحنا في إدارة الأراضي بنطلق البروبتك اللي هو أي فكرة عقارية جديدة الواحد كان حاطنا في ورقة، إحنا ترى بنعمل المختبر مالنا اللي يساعد إن هاي الشركات تنطلق من الإمارات إلى العالم، والخدمات مالها إذا نجحت في البروسيس وفي التقييم إنها يا تخدم في الدولة أو حتى تخدم في خارج الدولة. بلا شك أبو محمد، إيماننا بقدرات شبابنا ما شاء الله عليهم وابتكارهم ومجالات اللي يفتحونها، يعني نجحوا في كثير من المشاريع حتى في العمل الخاص. نحن طبعاً إيدنا في إيدهم وأنتم ما بتقصرون في نحن ناخذ بإيدهم في إنهم يدخلون هذا العقار ويكون لهم إن شاء الله إنجازات كبيرة. عيالنا ما شاء الله عليهم ملمين بالتكنولوجيا، وما تشوف ما في حتى أي شاب حالياً ما عنده معرفة بمجالات التكنولوجيا سواء كان تخصصه أو لا، ويتابعون الأشياء الجديدة بشكل مستمر. فلو يريد نتكلم عن القطاع العقاري ومدى تأثره بجانحة كوفيد-19، ما أتكلم عن أنه مثلاً أصبح حالياً في أزمة عقارية أو لا، أنا هني أبغي أركز على شو الوظائف أو المهن اللي تغيرت في القطاع العقاري. نحن شفنا في الكثير من المجالات أو القطاعات تم التركيز على جانب التكنولوجيا، التسويق بالتكنولوجيا، الأساليب الحديثة، الوصول للكستمر لين مكانه. أو فشو المهن اللي أو مدى تأثر المهن بالجانب التكنولوجي في القطاع العقاري؟ يعني لو تعطيهم الشباب أمثلة في هذا المجال. شوفي الجائحة مثل ما أنتم عارفين مرت على الدول كلها، لكن جاهزية دولة الإمارات العربية في البنية التحتية التقنية أعطتنا، أنا أقول الأفضلية من وجهة نظري، إن اشتغلنا كلنا عن بعد، ولما اشتغلنا عن بعد ماشي وقف، استمرارية الأعمال استمرت للكل الحمد لله رب العالمين. الزمن هذا أو الجائحة نأخذها كفرصة نستفيد منها. يعني اليوم مثل ما قلتي أحد الأشياء اللي كانت تستوي قبل كوفيد-19 الفيوينج، إن الاطلاع، الوسيط يأخذ المستثمر ويوديه لين الشقة أو الفيلا ويراويها، أصبحت اليوم أكثر الفيوينج كلها عن طريق التقنية، تصوير تليفوني،
وينشره او يرسله لك وانت جالسه في مكتبك تشوفين مش فقط الاستراكشر اللي هو المباني، تشوفين حتى الفيو، حتى المنظر، موقع البيت عن طريق جوجل. فاستوى والشباب يستخدمون الفيوينج عن طريق التقنيه اكثر، استوى العروض عن طريق المنصات اكثر، استوى الترويج العقاري. حتى قبل تقدرين تزورين معرض وتحضرين في المعرض وتشوفين، استوى لا، اليوم المعرض كله فيرتشوال على الكمبيوتر، استثمروا الشباب في هاي المنصات. كذلك الايجار، اليوم ما يحتاج اصلا انت عقب ما تشوف الشقه فيوينج وتروح فعلا فيزيكلي وتقول انا باجرها، ترى عقد الايجار تخلصه بالتليفون، ما يحتاج الاوراق وما اوراق. من هاي الامور اللي استثمروا فيها الشباب في التقنيه. كذلك المبايعات، اليوم المبايعات استوت بالفيديو كولز والحمد لله السيستم موجود. فانا اقول التقنيه هي الفيوتشر مال العقار، وهذا اللي جالس يستوي اليوم. اليوم وايد من الشباب يستثمرون في التقنيه، بحيث ان خلني اقول لك بعض التجارب، ان الايجارات قبل في السابق كانوا ياخذونها كاش، يصير اول الشهر وياخذ الايجار، عقب استوت تشيكات، الحين استوت عن طريق كريدت كارد، عن طريق دايركت ديبت. هاي الامور كلها جالسه تستوي بالتقنيه. السنسرز اللي قاموا الشباب يستثمرون فيه، وهاي من المجالات اللي المفروض الواحد يستثمر فيها. اليوم الاستثمار في الطاقة، اني انا كشركة اي واقول حق باني البناية، وترى هذه اختي وداد عندنا فيها وايد مشكلة، وايد من شبابنا الله يحفظهم او تجار العقارات ترى مخلين بناياتهم مثل ما هي، ما سووا لها صيانة او ما سووا لها حتى بلان، تخطيط حق الفيوتشر، كيف بسوي لها فيس ليفت ولا بغير اللفت، ولا يوم حزت الحزة تطيح او تخترب المعدات اللي موجوده في البنايه، تعال دور لك شركه تعدل وترجع. الشباب يستثمرون في هاي التقنيات. اليوم شركات يالستينا تقول هذا المبنى يستهلك هالكثر طاقه ويدفع فاتوره كهرباء، خلنا نقول 500,000، احنا بالتقنيه اللي استثمرنا فيها انزل فاتوره الكهرباء الى 200,000، وهذا الكل مستفيد منه. التقنية مثل ما قلتي ضروري الناس يستثمرون فيها، وهذا اللي احنا نسويه، المختبر اللي ياسين بنطلقه ان شاء الله، استثمار في التقنيات الخاصة بالعقار. رائع، ممتاز. معناته ان محمد ان كل حصيلة هذه المعلومات اذا تحقوا الشباب وياكم في المعهد العقاري، معناته ان كل هاي الاشياء وكل هاي الثقافة والمعلومات راح يكتسبونها من خلال البرنامج التدريبي اللي انتم كنتوا طارحينه او طارحينه في الاكاديمية العقارية، صح؟ نعم. معهد دبي العقاري عندهم وايد من الانشطة، يسوون ندوات ويسوون تدريب. اي مواطن اليوم يا اخواني، انا انصحكم نصيحة، اي مواطن عنده وقت يدخل لبرامج المعهد، يطلع عندهم مكتبة واسعة إلكترونية، شراكات مع هارفارد، لندن بزنس سكول، وكل MIT، كل الجامعات موجودة عندهم. بشوف الليترتشرز، بقرأ، بطلع، بسوي عقب بحضر الدورات. والمعهد مفتوح، أي مواطن يبغى يحضر دورة ترى حتى يدخلونهم ببلاش. اللي بادي بزنس يعني الوسيط الوطني كلن ببلاش دوراته، هذه التوجيهات اللي عندنا من القيادة. فأي حد يبغى معرفة ببلاش لكن قيمتها ثقيلة، خليه المعهد العقاري وإن شاء الله إحنا ما بنقصر وياه. في سؤال وصل، أن هل المعهد العقاري مقتصر على المواطنين من إمارة دبي ولا لجميع الإمارات؟ لا والله إحنا فاتحينه لجميع الإمارات، اللي بيجي حياه الله وما بنقصر وياه. والبرنامج اللي كلمتكم عنه إن شاء الله السنة الجاية هذا مفتوح لجميع مواطني الدولة. ممتاز، رائع. وما يتطلب شهادة أكاديمية معينة، أو إنه يعني هل يتطلب مثلا ممكن خريج الثانوية العامة يلتحق، أو فقط الجامعة أو بس الشهادات الجامعية؟ لا، مبناي بداية من الثانوية العامة. الثانوية العامة لأن تعرفين ست شهور شوية يعني تبى واحد عند الفاونديشن. ممكن إن شاء الله ننظر اللي أقل عن الثانوية، ندور برنامج ثاني نطوره أزيد، بس هذا لأنه عندك سنة وعندك 6 شهور، فاللي بتدخلينه ثانوي، أقل شيء ثانوي قصدي يعني. رائع. معناته أن نحن شفنا
ما شاء الله القطاع العقاري مليء بالكثير من الفرص والإمكانيات اللي ممكن الشباب إنهم يقدرون يبدؤون فيها ويبتدون يرسمون حياتهم المهنية من خلاله. سعادتك، كلمة أخيرة تحب توجهها حق إخوانك الشباب في هذا المجال، وبنختم فيها إن شاء الله. أنا أول كلمة أقول اللهم لك الحمد على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، ومشكورين وزارة الموارد البشرية والتوطين على جهودكم في مثل هذه اللقاءات اللي تفتح الأبواب. أنا أول أقول عيالي، مو حتى إخواني، أقول عيالي خططوا من الحين للمستقبل. الدولة مو مقصرة، جالسة تخطط في كل المجالات، لكن كل شخص لازم يخطط لنفسه. اليوم الحمد لله رب العالمين، ثقوا بإمكانياتكم، بقدراتكم، واستكشفوا هاي الفرص اللي موجودة. ما في شيء صعب، إذا استصعبت الشغلة على نفسك بتكون صعبة، لكن كل شيء سهل إذا بديت فيه، كل شيء سهل إذا بديت فيه. الحين إحنا لو بننظر إلى أعمارنا، اللهم لك الحمد، مثل ما قلت لكم، قيادة داعمة، والدين في البيت داعمين، إذا ما عندهم الإمكانيات المادية دعواتهم لنا صبح ومساء تكفينا، أخوان داعمين، فريج داعم. يعني أنا أتكلم عن تجربة مرينا فيها، اليوم بعد وايد من الناس داعمة، ما في أبو ولا أم إلا لو بدعوة بيدعي حق ولده. لكن أنا كإماراتي لازم أقول يجب أن في جميل أرد لهذا الوطن، ورد الجميل للوطن أني أكون عنصر فعال إيجابي وساهم في هذه التنمية المستدامة اللي تباها حكومتنا الرشيدة. ماشي شيء صعب إخواني، ماشي شيء صعب، انظروا لكل الوزراء، لكل القادة ما شاء الله عليهم اللي عندنا اليوم، لكل المسؤولين، ترى في النهاية بيننا وبينهم ان احنا اماراتيين، واحد يته الفرصة وخذها، وواحد ياه سند وخذه، وواحد ياه تمكين واستفاد منه، والاغلبية يتهم فرص من الدولة، من تعليم، من تأهيل، من تمكين، وخذوا مبادرة الزمام المبادرة، واليوم تشوفونهم أنتم موجودين في هذه المناصب اللي موجودين فيها يكملون المسيرة، مسيرة الاتحاد اللي الكل جالس يشارك فيها. فأخواني ثقوا في قدراتكم، وتذكروا أن أكبر معيق للشخص هو نفسه بنفسه. أما لا تحطون لعماركم حدود، إذا عندكم رؤية، إذا عندكم فيجن، بتحتاجون الممكنات، أخلقوا الممكنات بالمتاح عندكم. لكن لي واحد ويقول ما أقدر، حاول مرة مرتين ثلاثة بتقدر، والكل ترى يالس يساعدك. أنا هاي رسالتي، أن الكل يالس يساعدك، أخلص النية ورب العالمين من فوق بيجيب لك واحد يوصلك وين ما تبقى. ومشكورين وما قصرتوا، واسمحوا لي على الإطالة، ودائما متواجدين لخدمة أي شخص يبغي مشورة في المعرفة اللي حصلناها ودولتنا ساهمت، وكل شخص أقول له جزاه الله خير أن ساهم في تكوين هذه المعرفة اللي موجودة اليوم عند مروان، أن هذه متاحة للجميع. اللي يتواصل يانا إن شاء الله نوصله ونعطيه كل اللي عندنا، وما بنخلي ذخيرة نتذخرها عن أي واحد يطلب مساعدة، نقدر نحققها له إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا سعادتك، ما قصرت على هذه الجلسة وعلى هاي الحوار وعلى المعلومات الرائعة اللي تفضلت فيها. شكرا جزيلا لك على مشاركتك لنا، وتشرفنا بوجودك معنا اليوم. أعزائي الحضور، شكرا على حضوركم وحسن استماعكم، مشاركاتكم القيمة وأسئلتكم خلال جلستنا اليوم، وتابعونا إن شاء الله في جلسات افتراضية أخرى قادمة ضمن سلسلة توطين توك، اللي بيتم الإعلان عنها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، مهري _ توطين. وأيضا بإمكانكم الاطلاع على الجلسات السابقة، وأيضا اللي حاب أنه يطلع على هذه الجلسة راح تكون موجودة على صفحة الوزارة على اليوتيوب أو الموقع الرسمي للوزارة. أحب أنوه أيضا أن راح توصلكم شهادات مشاركة عن طريق البريد الإلكتروني اللي سجلتوا فيه عن الحضور في هذه الجلسة، وبيوصلكم أيضا استبيان رأي. أتمنى أنكم إن شاء الله تتملونه وتشاركونا بوجهات نظركم، لأن رأيكم مهم جدا بالنسبة لنا لتطوير المبادرة والجلسات القادمة.
شكرا للجميع ونلقاكم قريبا في جلسة أخرى بإذن الله.